السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم، بلا شك كاملين شفتوا هاد الفضيحة اللي جرات في قمة تيغاد باليابان. فضيحة من العيار الثقيل، أكدت بالدليل وبالحجة وبالبرهان وبالفيديو خبط النظام الجزائري وتزوير البوليساريو. الواقع أخوت كيف واضحة في الفيديو، أحد عناصر البوليساريو دخل بوثائق جزائرية مع العلم على أنه اليابان لم تدعو البوليساريو نهائيا، دخل باسم جزائري، أجلس في مقعده، طور جلوسه بثواني قليلة، انطر من محفظته إشارة مكتوب عليها الجمهورية الصحراوية، بمعنى أو قصده هو على أنه هذه الإشارة كانت في القاعة، وعلى أنه البوليساريو مدعوة من طرف اليابان رسميا لحضور قمة التيكاد. عنصر هذا اللي من البوليساريو اللي دخل باسم جزائري كان مراقب من طرف الوفد المغربي مباشرة بعد ما انطر هذه اللافتة اللي مكتوب عليها اسم الجمهورية الصحراوية. تقدم له أحد الوفود أو أحد أفراد الوفد المغربي وحاول يقلع له اللافتة، وتدخل شخص ثاني ربما يعود جزائري طول 2 أرض. الحمد لله على أنه الواقعة صورت ووثقت بالفيديو وتبين بالدليل وبالحجة وبالبرهان على أن البوليساريو مزورين خبثاء. حقيقة أنا كنسمع البوليساريو اليوم في قمة الإحراج، في حد اللحظة أنا كنسمع ردود عناصر البوليساريو في قمة الخجل، حاسين بالفضيحة، دركوا وعرفوا على أن هذا الجمهورية الصحراوي اللي كيدعيو على أنها دولة قائمة هي فقط بالتزوير. غنسمعوا ردودهم، موضوع مهم جدا، نسمعوا ردود عناصر البوليساريو كيف حاولوا يروجوا بعد ذاك سقطة الشخص اللي من الوفد المغربي على أنها انتصار لهم وانتصار الجزائر وقوة الجزائر على المغرب. حياكم الله. مرحبا وسهلا راديو الساقية الحمراء وادي الذهب، أهلا بك الأخ الجعيدر. الجعيدر هذا النوع من المشادات بين السياسيين يخلق حق عادي، غير المشكلة ما نفهمه هون في ذي المنبر، لا خالق واحد ولا واحدين، واحد بعد بتسمعته قاعد مؤيد النوع من العار، وهو كان كل النهار هون، لا اللي قال كلمة يجي قاعد له يقول له آه يا وليد هو العار وما هو زين وكذا وما نعرفهاش، لا راي نعرف لك عن البيضان هذو يعرفوا شم الخزو ما يعرفوا مو هموتوا، وهو بريك راه مؤيد النوع من الصراعات، وهذا عنده لا حل بباطل. ومنين مولي يجي حد يعدل العار غيره هو وغير هذا، ينقال له العار راه مو زين، ولا هو لاولاد الخيام الكبارات ولا هو لحد متأدب. اسمع انت اللي يعمل مولانا، الله يقصر الله يقصر عمار نوع يا خي من البيضان هذا، ما عرفهم بالخزو والوي. عارف يا خيتي اللي فرهم رجال هذا الزمن، يعني عارفه عاد يديروا ماسكات وحتى هما يديروا ياسر، لا بد هما اللي العادوا. مرحبا بك الاخ الكريم راديو الساقية الحمراء والذهب. هذا كان من هذا اللي لابس الكويستيم الصفرة، هذا الكومبلي الأصفر، هذا مروكي وجاي معتدي على ممثل الجمهورية الصحراوية الديمقراطية في طوكيو، حاق بعض ورصف عليه وشوفوا عقب اللي أعطاه مولانا عنه خالق جزائري فم عندي عنه ممثل المفاوضية السامية، رصف عليه بعد على هذا الكومبلي الاصفر وزاد حمعات تراب بعد هذا المروكي هذاك حاق بعد بطاجية المغاربة موظف السفارة المروكية حاق بعد. لا حتى انا شكيت عنه صحراوي غير هو لي شلح وكلام يقول له باغي نتلاقاو، فهمتني منين شفت كلامهم الاثنين كلهم كلام، وعرفت عنه ما هو الصحراء صحراوي قاع ما ظهر صحراوي هرب ما ظهرت بعد ما ظهرت الباطل الراجل يعود ثامر شوي خالق شوي في العين عن ذا السكيط اللي يطايح الخنافر. هذا ما هو دفاع، احنا ليه نقولوا الحقيقة؟ ايش فيه من الدفاع
ونقدوا هما اللي ندافعوا، ولا انتم تدافعوا عن ذاك الموكل كلكم وحنا ندافعوا عن ذاك الموكل؟ ايه. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك وسهلا من تحرمة الله. وخالك شي من الوقيج أرقيك ما يلين قاع ميتك. هي من لا ما يلين الثاني من اللي راهو قاع ما بيه من الرق، لأنه لابس لباس عصر لي. خالك شي من الوقيج أرقيك ألا لك بعض منك يطرح وردا ولا يلين، وخالق منهم شي كيف قلت لي اللي جيش الودبي. السلام عليكم. انتم لا ملصقين في الراجل عنه صحراوي، ذاك قلنا لكم عنه ما هو صحراوي. الصحراوي قاع ما بين هو ذاك اللي لابس كوستي مصفر كان هاجم عليه هواية، يجي الثاني من اللورو يرقفوا يجيبوا في التحت. سمعتوا ذاك ما هو صحراوي يباتي، هما الاثنين شروح قاع. اح 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 ما هو فلك يا ابو عبيدة الثاني يغلطوا الحق. اح لك هو احنا عندنا قيسي الحق. ايه شوي شوي دول جي الاخبار، رصف عليه الجزائري والله المغربي. ايه رصف عليه الله المغربي، هو اللي رصف عليه وقال له دبز. المكتب الدائم لا شحال نشوف المكتب الدائم المتحدة للأمانة الوطنية اللي جابت البوليزاريو. يا اخي يا صحراء، تمشي من المال قايس البيور. ايه هو قلنا لهم مصادرهم لا على عنهم لا من جابت جابت الامانه هذه وجابت الكذيب. هذا لا من المال تنقع لنا بالبيور. السلام عليكم ورحمه الله يا هواري. الصحراويين يسكوطن لين يعود الواحد منهم تشطاره ذا كيفو ما يلين ما يبطن ذيك التبطينه قاع نهائيا، لان اصلا الترك من مساعد نتحدث في التربيه تم طيعوزة 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 ينين وفوا القراي لين عودوا رجال وانتوا اصحابك تطاعزوا صحراوي يبطن ذي التبطينة قاع مو خالق مي قاع خالق، وبالخصوص ذي النوع منهم الرقيق من يشوف الواحد تشطارة ما يلين قاع ما يبطن ذي التبطينة. لا بغى يعود جاي وقعود لا هو صحراوي. يا مرحبا وسهلا يا الاخ الكريم، الصورة واضحة، السفير الصحراوي كان قاعد فهمت ورصف عليه المغربي اللي لابس كوستيم اصفر، ومنين رصف الجزائري معناها المغربي منين رصف عليه الصحراوي السفير جاء الجزائري دافع بوكوستيم اكحل وشكط من قدامه وبطنه مع التراب وهرب السفير الصحراوي عامل هيه وبقات اللبي الجزائري والمغربي حق بعد المغربي قاعد له وبطن لين دغد غضلوعه مع الدصته وهذا هو اللي حصل له. ما حصل له ولو الا خرس البيدي زين خرس بقى لا كيف الطوبة ما يرد عليكم وطوبة قد ما يعرفوها وما بقى لا كيف الطوبة ما يرد عليك المميل المجيب قاوك رجعات يرصفوا من هك ومن هك وظهر ما تلق خارج وذيك الوقفة وقفة راجل مخلع والله اللي وقفة راجل مخلع لا من هون درجك اخباره على انه راه عاد باراليزي زي ما تيوقف شلو حق خطيرين مقاربة خطيرين 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 قاعد ما يظلموا معنا الله هو ذا مرصف على الشيء ولا مرصف ظهر مملي الناس شافته كامل دافع قيس منادي قيس وحدين غنيين فاجرين انا بعد ما شفتهم ما نعرف كاع هما من هو ما انا هذا نوع من الاجتماعات ما يصحى دراسه فيه شاهين الربع على زوازي. يا مرحبا وسهلا، هي قالوا عنها قمه افريقيه يابانيه الله شفت انا الصيابانيين فهم والله هذا الصحراوي اللي يعدل له استهانه شينه كبيره والله ما هذا الصيد نحن يا صحق حق اللي يقولوا ضروري حد لي يمشي وراك حد ولاد نحن قيس الموج الجبهة اللي عدل الكاعط ولا ش يقولوا له ضروري من إيش من هي ذيك الفترة يوم منين قاس عن صيد نحن الفترة ما يقبضوا قبيل بوه ما حد شافه جيني ينوش فيني مرق التراب ويزدح بيهم على التراب ذيك تعود زينة بسيكني جابر انواع الديسير وانواع لوكيل اللي على كل صنف ايه جابر الخير جابر الخير قاع به دارك. السلام عليكم ورحمه الله. قالوا الفيديو ما وضحنا وضحنا ذا اخوتي المكفل والممثل جابها هذاك بالباس بوتريه وبعض كوستيم اصفر هاكم برا غير بيبان وضعيف قاسوا في الدكوش الكبار كل واحد في اربعه من الصحراء مرغوه يباني غير بعد يباني يتنصر غير ما عشناه بعد خبط حد
والله في شاو ولا البيج شني وضحوا لنا ذي شو ذيك صفوا النار وضحونا كانوا ينعبوه أقصد شو يا ظلم قوان أي قاع ما يقوم ولا وشي طيارة يا عم في هذه الناس السودة أين ويفع أنا مغاربة ذو حاقرين مش شو قاع حد ثاني من ذي الشباب الخالق هون سيفير فهم لا هو ذكر فاتهم شاهدوا كدينا من الخنانة إيش لا حد من ذي أبناء الشهداء هون والله لهذا المجاهدين شو وقولوا عن البطوقة إذا أنه يطرح منهم ثلاثة والله أربعة فهم في الطريش عند القيمة يعني مثل هذا الخلق الدوين اللي يدير شيء لا ذاك بوكستي مصفر ومرق شتو تكالق فيها إبان دانهم خنقوه ينسخهم إن شاء الله يا رب جانا على الوادة وقع المغاربة حاقنين الجميع طيّر أفريقيا يقع ما يمد هذا شو هذا مال التجمع دول يعدل في هذا النوع من الطفقة هذا ياسم الحقرقة ما هي دول له شاشة من السوء وهذا مالي ما وعد واضح قوال عنه مقصود في تمزيق العنصر الصحراوي يسوى قاع منين يسوى يمثل جيف والله ويسوى يمثل هذا ينبغى عن ما تسكت عنه هذا الصحراء لا تسكت عنه أغلام المثقفين تروقوا في الأمم المتحدة وتروقوا في الوحدة الإفريقية هذه هي حقرة لأهل الصحراء كامل ما هي للسفير ذو اللي دمعه هذا لا ينبغي بشكل ذو هذا هم اللي نبغوا المخ يعني ما نحصل المعرض شي كامل اللي يزير شارنا والله يردنا على الرضا على رانا ما نقابلينه يسوى من حد يسوى منه قاع اللي عاد الاستغلال في ذاك فيه فاضمة اختيروا عنه مكسية هذا رأى لكم لا ينبغي احنا ونفاء وعظماء على المسائل الرقيقة قال من اللي عنده حق يجي يقضوا باللي يتيحسن لا ينبغي بصفته لا تنسكت عنه ولا تسكت عنه الجبهة إلى حد الساعة العاص معناها ذكرته ما أكثر إعلامها وما أكثر أغانيها في ذي التلفزة وانباها بما فيها هو خريج الأحمر ما يعلق على ذي يرفع به تقارير في الأمم المتحدة وطالبوا به ويطالبوا به السلم الدولي وثاق الأمم المتحدة وكل حد هذا ظلم له في الصحراء عموما يسوى منين عادوا ما هو اللي قالوا لباع لي ذا ولا الممثل ذا ولا اللي هو هو لا ينبغي بهذا الشكل وياتكم ما تسكتوا عنه مالي المنبر يعني هي حقرة الصحراء كاملة ايه روى المثل اللي يقولوا العرب حقيقي وحكي فينا ما ضحك فينا كيف بطت واحد منا ما تفرح الثاني ولا ضحكنا بطت انت اليوم بطت انا غضب بطت ذاك سجن فيكم البط هذا خط احمر يا الفعود ما ينبغي عنك تسكتوا عنه في الطريقة كاملين تهاجموا وتردوا لي مرحبا وسهلا لكم ما سعى النظر وجه وحشيشته مدي منين طعز وجه وحشيشته رديت عليك ولي علي يبقاو كرعي ذلك ما ترعي في الراجل كرعي الشاطر وفس ما تفد بعض ايوه هي اللاجبه هي اللاجبه مال الشعب الصحراوي بي جاولني بهم يا اخي الشعب الصحراوي وخيرت الله العظيم الكريم اللي بقي فينا حلوف قابطها إصابة الله ان شاء الله يلطف يطلع صراحهم ان شاء الله من الاصابه جبهه خزب ذاك منادم دائما صبعه صاد التحت كيف هو صاد التحت لا يورطك ذاك انا ما قد سمعته يتكلم والله ما قد سمعته يتكلم يا اخي العياذ بالله دائما داير صبعه التحت ولا راسه التحت وطبع للتحت بيدي هم فهم الا من اهل التحت راجل قاعد مع رجاله ودخل مع منبر لا يطيق يتكلم يقعد ما عنده باش يتكلم ما عنده ما هو الاشارات احنا ما نتكلم مع البكم يا تو خلي بلاصته ولا دقاج ثاني كل شيء كل شيء كل شيء محمود معقول كل شيء معقول ساسكوا او الاسباني قاعد يتكلم هذا الكلام الكوار بيودي وما ماتك وعارفين اللي يقولوا شنو هو البرهان مات عندهم والحقيقه ظهرت انت عازف طوكيو ما يرد عليه نقدر تقول له هذا شنو ايش بيع استاش قاع بيع استاش لكن يدق تقول له والله يدق ظهري بيع استاش بيع كذبه شابوا فيه المرضعين يتقي الله يجعل لهم مخرجا من حيث لا يحتسب خير فيهم يرجعوا جايين ويقصوا عرضهم ويخلوهم ونجليش بيت بوليزاريو أنا متعاطف مع الصحراويين بيدي صحراوي فرض علي نتعاطف معها بني جلدتي يقير جبهة ما يتعاطف معها وذو الصحراويين متواجدين على ظهر الحمادة عادوا ضحية عايشين الخيال كذب الراجل ذاك اللي يشد عليه لحنه قايل الحق وهو لأن الناس ضحكة فيه
ولا خرصوا بعد يا عباد الله، خرصوا عصابة البوليزاريو بولا زيرو، بما أن يقودهم كوباردي يمشي للكوباردية تلاميذه للكوباردية كيفو. الممثل العام هذا كوباردي وتلاميذه لا يعود لا كوباردية كيفو. خرص السفير الصحراوي شو عدلوا؟ عدل هلا راه اللام غيق، اللام غيق واحد شوفوا شو عدلوا. أما ذاك الرصف عليه الكبير اللي بطل مغيق مع التراب، ذاك اللوح من السيكوريتي ديال القاعة، يا غير خرص ذاك اللي بتطل الأول اللي دلغب وراه بقوا يخير رصفته ما هو قاد يعدرش. لو كان حرموا لنا يقتلوا هذا العدلو، لو كان حرموا لنا ما يفتصل معاه لين يجيب عمره، يعملوا من فمه يرفضوه للحبس. شو الكوباردية يقودهم كوباردي وهم كوبارديوتو، هذاك هو الدليل القاطع. ولعل يقولوا ضريكم ملي يباغ العصابة عن هذا لا مركب، وعنه لا شغلة المغاربة ولا دعاية مغربية، وهذا ما يقدر يعد عليه، وكذا وسفير الصحراء ما يقدر.